تحية طيبة مشاهدي التلفزة الموريتانية أينما كنتم، ومرحبا بكم معنا في نشرة الثامنة والتي نبدأها بأبرز عناوينها. قطاع الإسكان والاستصلاح الترابي يطلق المراحل الأولى من حملة تسريع وتيرة تنفيذ ورشات المشاريع في أقرب الآجال في بعض مناطق الوطن. نواكشوط تحتضن أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر 15 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بمنظمة استثمار نهر السنغال الذي سيتم الاثنين المقبل. عمليات التقييد على سجل السكان والوثائق المؤمنة تتواصل بعموم التراب الوطني ووسط ارتياح المواطنين لسير هذه العملية. مرحبا بكم في تفاصيل النشرة. تشهد مختلف ولايات الوطن حملة لتسريع وتيرة تنفيذ ورشات المشاريع في أقرب الأجل، وفي هذا الإطار يتنزل إشراف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على انطلاق المرحلة الأولى من هذه الحملة من مدينة الطنطان في ولاية الحوض الغربي. وفي السياق ذاته تفقد الوزير مستوى تقدم الأشغال في ملعب مدينة كيفا والمنشآت التابعة له، وكذا المدرسة الوطنية للمهن والهندسة المدنية بمقاطعة ألاج عاصمة ولاية البراكنة. شكلت مدينة الطنطان المرحلة الأولى من زيارة التفقد والاطلاع التي أداها وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد بايحيا بوكر لعدد من الورشات والمشاريع في بعض ولايات الوطن. ففي مختلف الورشات والمشاريع التي تشرف عليها مؤسسة إعادة تأهير وتحديث مدينة طنطان، عاين السيد الوزير مدى تقدم الأشغال واستمع إلى شروح مفصلة حول مستوى التنفيذ، كما قدمت له توضيحات تتعلق بمجمل المشاكل التي تعيق عملية إكمال هذه المشاريع. وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي شدد على ضرورة إكمال مختلف المشاريع المنفذة في مدينة طنطان في الآجال المحددة، مؤكدا أن التأخر الحاصل في بعض هذه المشاريع غير مقبول، وبأن السلطات العمومية ستعلن عن لائحة سوداء تضم العديد من الشركات المقاولة التي من المقرر أن تتخذ ضدها الإجراءات القانونية بسبب عدم احترام الآجال المحددة. بدوره مدير البنى التحتية والمنشآت العمومية بالوزارة السيد صوامد مختار أوضح أن المشاريع المنفذة في مدينة طنطان لم تكتمل أي منها، مؤكدا أن كل مؤسسة مقاولة لا تحترم المعايير والنظم والآجال المتفق عليها ستكون ضمن اللائحة السوداء. أما مدير مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة طنطان السيد جاي موسى فقد بين أن أي من القطاعات الستة التي يحتويها المشروع الذي تشرف عليه مؤسسته لم يكتمل، وهو ما يتطلب من جميع المؤسسات بذل كافة الجهود لإكمال هذه المشاريع بالآجال المحددة. من جهة أخرى عقد السيد الوزير والوفد المرافق له اجتماعا مع بعض السكان المحليين استمع خلاله إلى مجمل المشاكل التي يعانون منها خاصة في مجال الإسكان والعمران، ووعد السيد الوزير بحل هذه المشاكل بطريقة عادلة تضمن للجميع مصالحهم في هذا المجال. وتقدر المساحة المؤهلة بمدينة طنطان بحوالي 10 كيلومترات مربعة موزعة على 6 قطاعات مخصصة في أغلبها للقطع الأرضية الخصوصية، كما تشمل العديد من المرافق العمومية التابعة لمختلف قطاعات الدولة الصحة والتعليم والشؤون الإسلامية والتنمية الريفية والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى مباني إدارية وعسكرية. كما تم إنجاز بنى تحتية أخرى في مجال الطرق حيث تم تعبيد ما يقارب 10 كيلومترات من الطرق تربط بين مختلف القطاعات التي تشملها المنطقة المؤهلة، علاوة على سوق مركزية كبيرة تشمل العشرات من الدكاكين التي سيستفيد منها المواطنون المحليون. ويقدر المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات بحوالي 1.5 مليار من الأوقية خصصته السلطات العمومية من أجل إعادة تأهيل وإعمار مدينة طنطان بعد النكبة التي عرفتها سنة 2007.
بدأت مساء اليوم بقصر المؤتمرات أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر 15 لرؤساء دول وحكومات البلدين الأعضاء بمنظمة استثمار نهر السنغال الذي سيلتئم الاثنين المقبل في نواكشوط. وأكد وزير المياه والصرف الصحي خلال كلمته بالمناسبة أن تنظيم هذا المؤتمر في نواكشوط يؤكد عزم وتعلق موريتانيا بتعزيز وتعميق التعاون الإقليمي بغية توسيع الفرص لتنمية البلدان الأعضاء. اجتماع محضر لقمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال جمع الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء والمفوض السامي للمنظمة والعديد من الخبراء واللجان المختصة. وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين واللابوي والشيخ الحضرمي رحب باسم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بالوفود المشاركة، وعبر عن اجتياح بلادنا حكومة وشعبا لاحتضان هذه القمة. وقال وزير المياه والصرف الصحي إن ميلاد المنظمة بتاريخ 11 من مارس 1972 في نواكشوط يجسد تعلق موريتانيا بالوحدة والاندماج على المستوى الإفريقي. وأكد السيد محمد الأمين واللابوي والشيخ الحضرمي أن انعقاد المؤتمر 15 للمنظمة يعبر عن تضامن الدول الأعضاء في وجه الصعوبات والتحول الذي يطبع العالم والبيئة شبه الإقليمية. السيد عمر جاي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي الرئيس الدوري لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال نوه بالخطوات والنجاحات التي تحققت بعد انعقاد المؤتمر السابق، بما في ذلك التنفيذ الجيد لمختلف توصيات المؤتمر 14 التي تم إنجاز 6 منها والسابعة قيد التنفيذ. الوزير السنغالي قال إن الفترة الماضية شهدت إصلاحات جوهرية وتحولات هامة لقيت استحسان شركاء المنظمة. ومن تلك الإصلاحات يضيف وزير المياه والصرف الصحي السنغالي عصرنة الإطار القانوني والمؤسسي. ومن ذلك المنطلق أصبحت منظمة استثمار نهر السنغال المرفق الوحيد في حوض النهر الذي يتوفر على حصيلة ملموسة ومشرفة. الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال يستعرض في جوانب منه مشاورات فنية بخصوص ما يدفع العمل ويحقق الأهداف التي تتطلع إليها الدول الأعضاء. حصلت أكثر من 1000 أسرة في مدينة كيهيدي على قطع أرضية تم تأهيلها ضمن المرحلة الأولى من مشروع توسعة وعصرنة هذه المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات العمومية إلى تمكين المواطنين من حقهم في السكن اللائق. بناء وتشييد المرافق العمومية الضرورية وفق مخطط عمراني لمدينة عصرية هو هدف مشروع توسعة وعصرنة عاصمة ولاية غرغل. هذا المشروع الذي اكتملت مراحله وفق الآجال والخطط المرسومة لذلك. مشروع توسعة وعصرنة مدينة كيهيدي اللي بدأ بوضع الحجر الأساسي لهذا المشروع من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يوم 28 أبريل 2011. هذا المشروع الحمد لله اكتمل جميع المراحل اللي مبرمجة فيه، اللي تتكون من إعادة واستصلاح منطقة تتألف من 227 هكتار فاصل 7 وتحديد معالم القطع الأرضية الموجودة في هذه المنطقة، كذلك بناء مركز صحي 100% آباء في منطقة رواء، بناء مدرسة ابتدائية في منطقة رواء، تزويد منطقة رواء بالماء الصالح للشرب، كذلك تمت إعادة هيكلة حي التنزاه واكتملت إعادة هيكلته بما فيها استخراج الشوارع وتحديد معالم القطع الأرضية وتسليمها لصالحها، والحمد لله الأعمال انتهت الآن في المشروع بصفة رسمية. المستفيدون من هذا المشروع ذمنوا جهود السلطات العمومية الهادفة إلى تمكينهم من الحصول على السكن اللائق بمعايير شفافة وعادلة. شاكرين على اللي عدل هون في غرغر كهيدي، شاكرين على طب المدرسة، شاكرين على التراب اللي نطاه المواطنين، شاكرين لما اللي تعدى المدرسة. وباكتمال هذا الجزء الأول من المشروع تكون المؤسسات الوطنية العمومية المشرفة عليه قد حققت إنجازا في عملية البناء الوطني.
إسهاما في الرفع من مستوى التعليم والصحة في مقاطعة فديرك التابعة لولاية الزمور. تم ترميم منشآت تربوية وصحية بهذه المقاطعة تحت إشراف ودعم شركة إكستراتا العاملة في مجال التنقيب عن الحديد في مقاطعة فديرك. حضر حفل تسليم المنشآت حاكم مقاطعة فديرك والسلطات المحلية في الولاية. بقطع هذا الشريط الرمزي تتعزز المنظومة التربوية والصحية في مقاطعة فديرك بترميم إعدادية فديرك ومدرسة الشيخ الولي الابتدائية إضافة إلى المركز الصحي بنفس المقاطعة. وتتكون الإعدادية من 4 فصول كما تضم المدرسة 6 أقسام تربوية وذلك بتنفيذ من شركة إكستراتا العاملة في مجال التنقيب عن الحديد بتكلفة مالية بلغت 84 مليون أوقية. وقد تولت خيرية سنيم تأسيس المركز الصحي بكلفة قدرها 6 ملايين أوقية. الوالي المساعد لولاية تيرس الزمور السيد جغنا عبد الله عبر عن شكره لشركة إكستراتا على ترميمها لهذه المنشآت التعليمية والصحية بهذه المدينة. عمدة بلدية فديرك أشاد بهذا الإنجاز الذي سيساعد الطبقات الأكثر احتياجا إلى الولوج للخدمات الصحة والتعليم. بدوره أوضح مدير العلاقات بشركة إكستراتا السيد أنكوري الدور الذي تلعبه الشركة في كافة المجالات الحيوية التي تسهم في تنمية المقاطعة. هي إذن خطوة شأنها أن تجسد مستوى علاقات التعاون بين بلادنا وشركائها في التنمية. شهدت مدينة الزوارات مؤخرا تنصيب المجلس البلدي للأطفال في المدينة وذلك بعد انتخاب 21 مستشارا من أصل 98 مرشحا من تلاميذ السنة الخامسة ابتدائية من كل المدارس مثلوا مدارس المدينة. وتمثل هذه الخطوة تطبيقا للمادة 12 من معاهدة حقوق الطفل حول مشاركة الأطفال والاعتراف بدورهم في المجتمع والسعي لتنمية مواهبهم وإشراكهم في الشأن العام. حضر انطلاق عمليات الاقتراع الوالي المساعد وحاكم الزوارات. شكل تخليد الأيام الوطنية للماء والصرف الصحي مناسبة استعرض خلالها القطاع المعني الإنجازات التي تمت في هذا المجال، كما تم التعريف بالاستراتيجيات الجديدة المتبعة ضمانا لترشيد تسيير الموارد المائية والحفاظ عليها. استعرض قطاع المياه والصرف الصحي على مدى يومي النسخة الأولى من الأيام الوطنية للماء والصرف الصحي جملة الإنجازات التي تحققت في المجال خلال السنوات الأخيرة. من أهم المواضيع أن سلطنا الضوء على المشاريع الكبرى اللي تم تنفيذها الآن وهي مشروع أفطوط الشرقي، مشروع أظهر، مشروع تزويد مدينة مقطع الحجارة اللي تم البدء في استغلاله، وكذلك إعادة شبكة نواكشوط، وأيضا المشاريع المستقبلية كيف تزويد مدينة كيف انطلاقا من نهر هوم لقيته وانطلاقا من سد هوم لقيته، وكذلك أيضا تزويد مدينة سيلي بابي من النهر. فعاليات هذه النسخة تضمنت عروضا ونقاشات تطرقت في مجملها لأهم النتائج التي تحققت ضمانا لنفاذ السكان إلى خدمات الماء والصرف الصحي. الآن نتوجه لإنجاز مشروعين كبيرين لبلوغ أهداف الألفية في سنة 2015. هذه المشاريع التي تخص جميع الولايات في البلد وخصوصيتهم انهم لا يعدلوا دراسات استراتيجية وطنية في مجال تسيير مندمج لمياه لأفوق 2030. منذ سنوات أو 4 تم الالتفات إليه، وهي طبعا الالتفات والاهتمام أدت إلى أن هناك أصبحت ديناميكية جديدة ودفع للقطاع تمكنوا خلالها من إنجاز دراسات في المدن الكبرى أو عواصم الولايات بينها 6 ولايات حتى الآن أنجزت لها دراسات من بينها نواكشوط
والقوارب ومواذيبو وكيبه وكي هيدي وجوجت. خلال هذه الأيام تم التعريف بالاستراتيجيات الجديدة التي يتبعها قطاع المياه والصرف الصحي ضمانا للتسيير المندمج للموارد المائية والحفاظ عليها، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بالتعبئة للموارد السطحية وخلق الظروف الملائمة للتسيير المستديم للبنى التحتية. في إطار جهود قطاع التنمية الريفية لزيادة الأراضي الزراعية، تتواصل بعدة مناطق عمليات استصلاح الأراضي بعدة مناطق من ولايات ترارزة والبراكنة وغرغول، وقد وصلت أشغال الاستصلاح إلى مراحل متقدمة. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار السياسة التي ينتهجها قطاع التنمية الريفية الرامية إلى زيادة الأراضي المستصلحة للرفع من الإنتاج الزراعي في البلد، تتواصل الاستصلاحات في مناطق زراعية متعددة. في ولاية ترارزة يجري استصلاح 1100 هكتار في كل من دخلة تيكان وبقمون بمقاطعة تركيز، وتشمل عمليات الاستصلاح تهيئة التربة وشق قنوات للري وبناء منشآت للضخ وأخرى للتحكم في المياه. كما تشهد منطقة بيلان هي الأخرى عمليات استصلاح تشمل شق قناة بطول 5.5 كيلومترات وبعمق 6 أمتار تربط ما بين مياه النهر والأراضي المستصلحة والبالغة أزيد من 300 هكتار، مزودة بمنشأة كبرى للتحكم في المياه. يأتي هذا في إطار برنامج الاستصلاحات الذي يهدف إلى استصلاح 6000 هكتار جاري منها الآن حدود 2000 هكتار نرجو أن تكون جاهزة للمشاركة في الحملة الخريفية القادمة. وبولاية البراكنة وصلت أشغال الاستصلاحات المنفذة من طرف الشركة الوطنية للاستصلاحات الزراعية والأشغال سنات في كل من إيرانبار وجولونغ إلى 80%. الأشغال اللي نحن قمنا بزيارتها اليوم هي عبارة عن استصلاح 80 هكتار في قرية جورم، مساعدة بها تعاونية من تعاونيات الطائفة اللي موجودة في المنطقة هون، والإشغال بدأت منذ فترة وشارفت تقريبا على النهاية. اليوم تقريبا واصلين 80% من مستوى الإشغال، وإن شاء الله في ظرف 20 يوم تقريبا دور تنتهي الإشغال إن شاء الله هناك، باقي لها الإشغال التكميلية وتنفذها الشركة الوطنية للسلاح الزراعي والإشغال سنات بتكليف طبعا من وزارة التنمية الريفية. وهذه الأشغال تدخل في إطار برنامج الاستصلاحات اللي عند الوزارة تقوم به اللي يشمل ولايات ترارزة والبراكنة، مساحة إشمالية تقدر بها 5000 هكتار فيها 2000 هكتار تقريبا شارفت على النهاية، وستشارك إن شاء الله في هذه الحملة اللي هي حملة الخريفية هاي السنة إن شاء الله. نشير إلى أن الاستصلاحات التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن بإشراف من إدارة الاستصلاح الريفي وصلت نسبة تنفيذها إلى أزيد من 80%، وتكثف المصالح المختصة بوزارة التنمية الريفية بالتعاون مع الجهات المنفذة جهودا معتبرة من أجل استغلال هذه الأراضي في الحملة الزراعية المقبلة. يشهد مركز استقبال المواطنين التابع للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة إقبالا متزايدا من قبل المواطنين. الزميل يعقوب الصوفي أعد تقريرا حول الظروف التي تجتنب عملية التقييد في هذا المركز. تتواصل في عموم التراب الوطني عملية تقييد المواطنين في مراكز الاستقبال التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سعيا إلى حصول المواطنين على أوراق مدنية مؤمنة غير قابلة للتزوير. فعلى مستوى مقاطعة روسو تسير عملية التقييد في ظروف مرضية. عملية الإحصاء على مستوى مركز روسو تسير على أكمل وجه لله الحمد وبظروف جيدة حسب تصريحات الجميع لله الحمد. المركز كان في بداية الإحصاء كان من أكثر المراكز إقبال على الإحصاء، ولكن في هذه الأسابيع الأخيرة شهدت عملية الإحصاء تراجع عايد ما نعرف الأسباب اللي عايد لها، كانوا عايد بالظروف الجبارة التي بذلتها الوكالة في افتتاح مراكز على مستوى البلديات والمراكز الإدارية، ما ساهم عن ساكنة هذه البلديات عن الإحصاء في مناطقها. لذلك نحن أول مرة جعلوا السبب تراجع الإقبال على المركز هون،
حيث المركز تم إقبال يوميا يلاحظ بنسبة 50 إلى 40 مقيد يوميا. العملية تسير بانتظام. المواطنون في هذا المركز أكدوا أن سير عملية التقييد تسير في ظروف مرضية. نين خشيت هنا تياها ما شاء الله تبارك الله متنظم كامل وما شاء الله كامل ماشي زين. بات بكرة كاردان ديتا قبل ما شاء الله زين ما شاء الله قيتي الفوبيوك بات كاردان ديتي ما عنده مشكلة تبكر صا زين ما شاء الله تبكر. وتسعى السلطات العليا من خلال تنفيذ عملية تقييد المواطنين في مراكز الاستقبال إلى حصول المواطنين على أوراق مدنية مؤمنة غير قابلة للتزوير. نظم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني مساء أمس حفلا بمقره الرئيسي بمناسبة انضمامات جديدة له، حيث أعلن خلال الحفل جمع من شباب بلدية كم بصالح انضمامه إلى صفوف الحزب. حضر حفل مجموعة من قيادات ومناضلي الحزب. وبكلمة له بالمناسبة شكر رئيس حزب اللقاء المجموعة الجديدة، كما تحدث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية بالبلد. أنتم مجازيكم خير، جئتوا لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني، جئتوا من تلقاء أنفسكم، نحن ما مشينا شوركم لو دوركم، وهذا قطعا برهان ساطع عدمكم دي الخطوة اللي قدمت عليها أنا خطوة جاية من إرادتي تنم عن القناعة الحقيقية والتشبث الحقيقي مبادئ حزب اللقاء الديمقراطي الوطني. حزب اللقاء الديمقراطي الوطني حزب ناشر إلى حد ما، بأعمار الأحزاب مازال حزب شاب، تجاوز سن الفطام يغير الرقم مباشرة إلى سن الرشد. هذا الحزب اللي فيه من الناس اللي أسستوه والناس اللي دخلتوه مقتنعة بأنها جاية الإطار السياسي يعبر عن طموحات الشعب الموريتاني. احنا ما جينا للسياسة متطفلين ولا طمعا في المناصب، ما جينا للسياسة يكون مقتنعين عن فهم ضرورة مريحة لأبناء الشعب الموريتاني كامل عنهم يشاركوا برفود الهم العام، وعن الاستراتيجيات الفردية، عن كل حد يعود قايل ما علي اليوم إلا نفسي، عن هذا المنطق له مهلك للبلاد والعباد. موريتانيا اليوم بدور حاجة إلى استعداد أبنائها كامل وإلى اندفاعهم، ياك تحقق نفسها أولا استقرار الدولة، وياك تحقق لأبنائها الذي قال العيش الكريم. نظم حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس بحي السعادة في مقاطعة تجنين حفلا بمناسبة انضمام مجموعة من الأطر والمواطنين إلى صفوفه، وقد تعاقب على منصة الخطابة مجموعة من قيادات الحزب ومناضليه، وبدورهم أكد المتحدثون باسم المنتسبين الجدد تمسكهم بتوجهاته وخطه السياسي. وحضر الحفل ممثل بعض أحزاب قوى الأغلبية. ورحب رئيس الحزب السيد أحمد ولدومان بالمنضمين الجدد، مبرزا أن الحزب سيظل ظهيرا للمظلومين والمحرومين متشبثا بالآليات الديمقراطية. احنا في حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي وفي اتحاد قوى الاغلبيه نهنئكم ونرحب بكم، واكثر شيء لا نقول لكم لان ما دعمنا ولي عبد العزيز كوني لا ناكد انه لا يوجد مع الطبقات الفقيره ومع المسحوقين ومع المظلومين، وهذا خير دليل فيه ولا نهنئ ونباركوا انه يا مستمع الشاء وكاله وطنيه لمحاربه الرق ولا محاربه البطاله ولا والاسكان والتنميه. احنا هون مع الفقراء، احنا هون مع المظلومين، احنا هون مع اي رقاش مظلوم، احنا واقفين معاكم فيه. المكم مظلوم احنا ماشيين قدام وراء، هون مع المظلومين مع المحرومين مع اي رقاش يواجه او يعاني.
لا دعموا الرئيس ولا غير ولامنا يوقف معاكم كدوك الفقراء ويوقف معاكم كدعفاء ويسوي مشاكلكم وحنا قدامكم في مشكلة لا يتراوى والله تواجهوا وراك. تحت عنوان الوحدة الوطنية ودور الطلبة فيها، نظم اتحاد الوحدة للطلبة الموريتانيين مساء أمس أمسية ثقافية وفنية، وذلك بمدرج المعرفة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية. تميزت فعاليات الأمسية بإلقاء محاضرة حول الدولة تلعب الوحدة الوطنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. أوضح الطلاب في مداخلاتهم بالمناسبة أهمية الوحدة الوطنية باستقرار البلاد ودورها بتعزيز الرخاء والنماء للبلد. وبكلمة له بالمناسبة، بين الأمين العام لاتحاد الوحدة للطلبة الموريتانيين دور الاتحاد في تحقيق طموحات الطلاب. إن الأمة الموريتانية لن تستطيع النمو والاستمرار إلا بتوحد جميع أبنائها البررة، لأن قوتها تكمن في تعدد أعراقها وتنوع ثقافتها. هنا نستطيع أن نعبر لأمتنا المجيدة الكبيرة إلى بر الأمام، وبغير هذا لا يمكن أن نحافظ على هذه الأمة الكبيرة والجميلة. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع الزميل إبراهيم محمد المختار وجديد عالم الرياضة. شكرا لك منى. السلام عليكم. انطلقت صباح اليوم من أمام الملعب الأولمبي في نواكشوط منافسات أول سباق احترافي خاص بالدراجات الهوائية في موريتانيا، منظم من طرف المنظمة الرياضية للدراجات الهوائية. السباق الذي امتد على مسافة 40 كيلومترا عرف مشاركة أزيد من 140 مشاركا محترفا في رياضة الدراجات الهوائية، كما شهد تقديم العديد من الجوائز المالية للفائزين. الأوائل في ختام منافساته، الزميل عبد الحميد سالم حضر وقائع المسابقة وأعاد بالتقرير التالي. بعد تنظيمها للسباق الاستعراضي التجريبي الأول في مجال رياضة الدراجات الاحترافية، نظمت المنظمة الرياضية الموريتانية للدراجات الهوائية أول سباق احترافي للدراجات الهوائية بالعاصمة، وذلك بمشاركة أزيد من 140 دراجا يمثلون الأندية الناشطة في هذا اللون من الرياضات الأولمبية الهامة. المتنافسون في الطواف الذي انطلق من أمام هيئة المركب الأولمبي باتجاه الشارع السيار الرابط بين العاصمة والعاصمة الاقتصادية نواذبو على مسافة 40 كيلومترا، أبدأ من خلاله الدراجون قدرا من الجاهزية والمستوى الفني الجيد تحضيرا لولوجهم للمنافسات الدولية الخاصة بطوافات الدراجات الهوائية. الحفل المنظم بالمناسبة نوه من خلاله الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة للجهود الهادفة التي تبذلها المنظمة الرياضية في سبيل الرفع من مستوى الدراجين الوطنيين. يسعدني أن أكون معكم اليوم باسم وزيرة الثقافة والشباب والرياضة لأترأس فعاليات توزيع الجوائز على هذه المسابقة وهذا النشاط الرياضي، ولأستغل الفرصة أيضا لأنوه بعمل هذه المنظمة الاحترافية، المنظمة الأولى التي تحترف في هذا المجال، وأؤكد على أن قطاع الثقافة والشباب والرياضة يولي أهمية خاصة لرياضة الدراجات الهوائية لما لها من فوائد على صحة المواطنين. بدوره أكد رئيس المنظمة الرياضية الموريتانية للدراجات الهوائية على أن منظمته تسعى وفق برنامج مدروس إلى جعل الدراجة الموريتانية بسبقة دولية احترافية. نظرا للنداءات المتكررة والملحة من طرف قيادات البلد وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للنهوض بالرياضة ودعمها لتحسين مستوياتها بالخصوص الرياضة المتخصصة، لقد استجابت منظمتنا لهذا النداء وقررت دعم هذه الرياضة على المستوى الوطني بشكل احترافي ويحمل صبغة دولية من حيث الممارسة والتنظيم. وقد درست المنظمة مع الأندية التي تمارس هذه الرياضة على المستوى الوطني أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الرياضة، وخلصت إلى أن أهم هذه المعوقات
هي التجهيزات والدعم الفني والدعم المادي، وقد تكفلت المنظمة بتدليل هذه المعوقات وإيجاد حلول مناسبة لها. الحفل اختتم بتوزيع عدد من الجوائز المالية على الفائزين الأوائل في ختام الطواف، حيث سلم الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الجائزة الأولى للدراج عبد الحسين، فيما سلمت الجائزة الثانية للدراج محمد شيخنا ماريغا، والثالثة للدراج صن مامادو، وهم من نادي كيهيدي للدراجات الهوائية، لتترى بعد ذلك الجوائز المالية المقدمة لبقية الفائزين بالمراكز الأولى في الطواف. تم مساء أمس في مقر العصبة الوطنية لكرة القدم سحب قرعة البطولة الوطنية لكرة قدم داخل صلاة الموسم الرياضي الحالي، وستعرف هذه البطولة مشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات تتنافس طيلة شهر كامل. عودة إلى الزميل عبد الحميد سالم وتفاصيل الخبر. تدشينا لانطلاق أعمالها خلال الموسم الرياضي 2013-2014، نظمت اللجنة الوطنية لكرة القدم داخل الصلاة قرعة الأدوار النهائية للبطولة الموسمية الخاصة بكرة القدم الخماسية، التي من المقرر أن تنطلق منافستها في 11 من الشهر القادم، وتتواصل لمدة شهر كامل على مرحلتين الأولى منهما بالعاصمة نواكشوط، وستجرى بملعبي ويمبلي وشهرزاد كل نهاية أسبوع. أما المرحلة الثانية التي تشمل الدورة قبل النهائي والنهائي فستجرى بالعاصمة الاقتصادية نوادبو. البطولة ستعرف مشاركة 16 فريقا موزعة على 4 مجموعات، تضم الأولى منهما فرق إثن بن شهرزاد الشرطة باميس، فيما تضم الثانية فرق العالم الجامعة اللبنانية رقم 1 والجامعة اللبنانية رقم 2 زمزم، وتضم المجموعة الثالثة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بريم كوم البنك المركزي الموريتاني وويمبلي. أما المجموعة الرابعة والأخيرة فستشمل فرق ميناء نوادب المستقل وام بي اس والجيش الوطني والاتحاد. حفل إجراء قرعة البطولة الوطنية لكرة القدم داخل الصلاة تميز بكلمة للمدير الفني للاتحادية الوطنية لكرة القدم السيد رايف فال، أكد من خلالها على الأهمية التي توليها الاتحادية الوطنية لكرة القدم داخل الصلاة ضمن برنامج أنشطتها السنوية. فوتسال مهمة للفيدراسيون ومهمة لفيفا، رياضتها تتطور ورياضتها نعطى لها عناية أكثر. نقول لكم عن ذو الشهرة اللي يدخلوا إن شاء الله اللي يخلق فيها تكوين انترينرات وتكوين حكام، هذا كامل في تطوير. أما السيد عبد الحي لدوم عضو اللجنة الوطنية لكرة القدم داخل الصلاة المكلف بالبطولات، فقد أشار إلى أن لجنته ستضع كل الإمكانيات المتاحة لديها لإنجاح هذه البطولة. البطولة مع إن شاء الله الدورات القادمة أن يعود فرق موريتانيا تشارك في الخارج إلى لملاء الانتخابات أيضا، والسنة نظام البطولة لا يعود إن شاء الله لا يعود عندنا 16 فريق، لا يتعود 4 مجموعات، لا كل مجموعة يتأهل منها 2، لين يبقاو فريقين على مستوى نواكشوط، لا يتعود الأدوار النهائية والنهائي في مدينة نواديبو، الفريقين الباقين من نواكشوط لا يلعبوا مع الفريقين الباقين من نواديبو، ياك نتعرفوا على بطل موريتانيا لكرة الصلاة. يجدر التنويه إلى أن فرق العاصمة الاقتصادية نوادبو هي الأكثر تتويجا بألقاب هذه البطولة، حيث سيطرت على كؤوس الدورتين الماضيتين على التوالي. اختتمت مساء أمس بملعب جالاكسي في العاصمة منافسة كرة القدم ضمن الأسبوع الجامعي الأول للثقافة والرياضة المنظم من طرف الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، وقد عرف اختتام المنافسات إجراء مباراة نهائية جمعت بين فريق من جامعة القضاء وآخر من كلية العلوم والتقنيات، حيث عرفت المباراة تعادل الفريقين في الوقت الأصلي سلبا بدون أهداف، ليحتكم إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أعطت الفوز لفريق جامعة القضاء بعد تغلبه على فريق كلية العلوم والتقنيات بواقع 5-4. وكانت البطولة قد نظمت
وفق نظام الإقصاء المباشر أي خروج المغلوب، وعرفت مشاركة 20 فريقا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والجامعي. أعرب الطلاب المشاركون في منافسات رياضية ضمن الفعاليات الأسبوعي الجامعي الأول للثقافة والرياضة المنظم من طرف الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، أعربوا عن أهمية مثل هذه التظاهرات الرياضية والثقافية في تنمية القدرات الذهنية والبدنية لدى الطلاب الجامعيين. الاتحاد العام لطلبة موريتانيا على التنظيم هذه المبادرة الثقافية الرياضية الأولى من نوعها وجيدة جدا، وشاكرهم ومختلف الملات تكرر به اللي هاي مبادرة زينة وفاصلين فيها شباب كاملين رياضيين والمثقفين اللي يبرزوا مواهبهم في هاي التظاهرات. هاي التظاهرات جيدة تكون العطلة بعد الامتحانات جدي تنافس وجمع تنافس رياضي لا يسرع للطلاب حقيقة التظاهر فيه. بهذا تنتهي جولتنا في عالم الرياضة، أعود بكم إلى زميلتي مناة لاستكمال بقية النشرة، دمتم في أمان الله. وبذلكم نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الثامنة من التلفزة الموريتانية، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها. قطاع الإسكان والاستصلاح الترابي يطلق المراحل الأولى من حملة تسريع وتيرة تنفيذ ورشات المشاريع في أقرب الآجال في بعض مناطق الوطن. نواكشوط تحتضن أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر 15 لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بمنظمة استثمار نهر السنغال الذي سيلتئم الاثنين المقبل. عمليات التقييد على السجل السكاني والوثائق المؤمنة تتواصل بعموم التراب الوطني وسط ارتياح المواطنين لسير هذه العملية. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.